السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الإخوة الأخوات، مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد ديال اليوم. إذن خلال هذا الفيديو إن شاء الله غنحاول نشرح وبالتفصيل جدادة كونجيغيزون مستوى السادس ابتدائي. غنحاول نطرق لأهم الأمور اللي كتكون في هذا الجدادة، خصوصا فيما يتعلق بالترويصة أو كذلك الوضعيات أو المراحل ديال جدادة كونجيغيزون. يعني كيف ما كتعرفوا في امتحان مباراة التعليم العام الفائت كانت طرحت الجدادة ديال الغامير، من قبل طرحت الجدادة ديال ليكتور. هاد العام اونسي جامي الى غطرح الجدادة ديال الكونجيغيزون، راه هنا في هاد الفيديو غادي نعطيكم اهم الامور اللي غادي تركزوا عليها باش ان شاء الله تجاوبوا كما يجب في ديداكتيك اللغة الفرنسية. اذا فيش بيداغوجي فرونسي ديال بيداغوجيك فرونسي ديال الكونجيغيزون. إذن أهم الأمور اللي خصكم تعقلوا عليها واللي كتكون في كل جدادة هي هاد الترويصة أو ما يصطلح عليه بلونتيت. هاد لونتيت شنو كيكون فيه؟ كيكون فيه لاكتيفيتي، يعني المكون. انتوما إلا طلبوا منكم ديروا جدادة، يعني هادو هما الأمور اللي غديروا في لونتيت. كاين لاكتيفيتي، يعني أنا غنشرح الكونجيغيزون، دونك غرامير أورتوغراف، يعني أي أكتيفيتي طرحت عليكم غديروها هنا. هنا لو تيتر، لو تيتر ديال هاد لوسون ديال هاد الدرس اللي غادي نشرح انا. دونك في هاد الدرس ان شاء الله نحاول نشرح لو بريزون دي فيرب دو ترويزيام جروب، يعني كيفاش نصرف لي فيرب دو ترويزيام جروب في لو بريزون دو لانديكاتيف. لا ديوري يعني المده، بالنسبه للكونجيغيزون كيكون عندنا الدرس فيه دو سيونس 30 دقيقه لكل حصه، حصة في هذا الأسبوع والأسبوع المقبل كتكون حصة ديال 30 دقيقة، دونك الدرس كيكون في أسبوعين. وكندير كذلك النيفو سيزيام اني اونسينيون بريمير، دونك هادشي اللي كيكون في لونتيت ديال الجدادة. دونك هنا غنمشي لواحد لا كيسيون اللي كتعاود بكثرة ودائما كتعاود، دائما كتعاود في الامتحان ديال التعليم، هما لوبجيكتيف دابرونتيساج، كيفاش نخرج انا الاهداف التعليميه ديال كل درس. دونك كيف ما كنقول لكم ديما، الاهداف التعليميه غنخرجها غير من لو تيتر، من لو تيتر عفوا. دونك دائما كنبدا بسافوار ولا ريكونيتر. دونك انا عندي هنا كونجيغيزون وعندي العنوان ديال الدرس هو لو بريزون دي فيرب دو ترويزيام جروب. دونك هاد ليليف انا بغيتو في الاخر ديال الحصه انه يعرف يكونجيغي ليا لي فيرب دو تخوازيام جروب او بريزون دو لانديكاتيف. صافي هادشي اللي كاين، يعني غير بالمنطق نخدم هي اللوجيك. دونك سافوار كونجيغي لي فيرب دو تخوازيام جروب او بريزون دو لانديكاتيف. نقدر هنا في الاول نزيد مثلا ايدونتيفي لي فيرب تخوازيام جروب، ولكن هذا غير اوبجيكتيف جزئي. دونك هذا هو لوبجيكتيف انا اللي بغيت من الدرس. دونك نتوما الى عطاكم سيتيو لي زوبجيكتيف دابرونتيساج غتخرجوهم من لو تيتر وغتسبقوا سافوار او لا ريكونيتر، يعني خص المتعلم يعرف ليا اشنو غيعرف، يعرف هادشي اللي غادي نشرح ليه. دونك هنا عندي الماتيريال ديداكتيك او لا سيبور ديداكتيك، هما دوك الوسائل الديداكتيكيه اللي استعملت انا في هاد الدرس. دونك هنا لو ليفري دو ليليف، يعني هنا كاين لو ليفغ او لو ليفري. لو ليفري هي الكراسه فاش كنكتب، او لو ليفغ هو الكتاب ما كنكتب فيهش. ليماج نقدر نعطيهم شي تصويره، اردواز، طابلو، فيديو، اي حاجه استعملتها في هاد الدرس اولا كتبان ليا مزيانه غتساعدني ننجح في تدبير هاد الدرس غادي نديرها هنايا. دونك هادشي اللي كيكون فلون فلون تيت كيكون في الترويصه. الان غندوزو الى الموضوع ديال الجدادة، كيفاش كتكون الجدادة. دونك الجدادة كتكون كنديرو فيها اكتيفيتي دو لونسينيون، ثم اكتيفيتي دو ليليف ولا دو لابرونون، عاد كنديرو موداليتي. موداليتي يعني صيغة العمل. دونك هنا اشنو كيدير الاستاذ، هنا اشنو كيدير المتعلم. دونك غنبداو ان شاء الله نشرح لكم هادشي بالتفصيل، يكفي انكم تتبعوا معايا حتى الاخر. اي جو سوي ديزولي الى 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 صدر مني شي خطا او نيفو دو برونونسياسيون، ولكن المهم هو انكم تعقلوا على لي زيتاب وتعقلوا على كيفاش كدار الجداده. دونك السيونس الاولى قلنا جوج حصص،
هي السيونس الاولى. سي بون، السيونس الاولى فيها جوج ديال لي زيتاب، جوج ديال الوضعيات، فيها اوبسيرفاسيون ديكوفيرت وفيها كومبريونسيون اي كونسيبتواليزاسيون اللي كاينين في واحد الحصه ديال 30 دقيقه. حيت بزاف ديال الاخوان كيسولوني واش هاد الجداده ديال الدرس كله ولا ديال الحصه. دونك هاد الجداده اللي درت انا ديال الدرس كله، هنا عندي الحصه الاولى وفاش غنقلب الورقه عندي الحصه الثانيه. اذا دونك اول حاجه غادي يديرها هاد لونسينيون هو خصو بعدا يبروبيتينا حنا نص الانطلاق باش غنبداو، سواء يكون نص ولا يكونوا دي فراز. دونك il transcrit les phrases proposées au tableau، غادي بروبوزي عليهم دي فراز اللي عندهم علاقه بالدرس ويحطهم في لو طابلو. اللي يفي لير لي فراز، كيقرا هو هاد لي فراز اوكي، يقول يطلب من التلامذ يقراوهم. دونك هنا دائما داكشي اللي كيدير لونسينيون كيتفاعل معاه ليليف. انا طلبت من لونسينيون انه مثلا اوبسيرفي، لونسينيون خصو يوبسيرفي. طلبت منه انا اقرا، خصو يقرا. طلبت منه يجاوب على التمارين، خصو يجاوب على التمارين. هنا كاين هذا هو داك المثلث الديداكتيكي اللي كنت قريته، يعني العلاقه بين المعلم والمتعلم. دائما كيكون تفاعل، هي علاقه تكامل، دائما كيكون تفاعل الغياجي، دائما ليليف كان غياجي مع الاستاذ. دونك هنا هما لي فراز اللي عندي اللي عطى لونسينيون وغنكتبهم في لو طابلو. سلمى اكري سا لوسون، il doivent réviser tous les jours. Je lis le journal de l'école. Donc, هادو هما لي فراز اللي غيكتب لونسينيون في لو طابلو وغيطلب منهم يقراوهم. دونك اشنو غيدير ليليف؟ ليليف لي لي فراز، حيتاش الاستاذ طلب منه انه يقرا لي فراز. كما قلت لكم راه كيتفاعل مع لي زاكتيفيتي ديال لونسينيون. ابري لونسينيون بوز لي كيستيون سويفون، غيطرح عليهم هاد الاسئله. Quels sont les verbes de ces phrases? À quel temps sont-ils conjugués? Donc, il dit واش هما les verbes اللي عندنا في هذه الفراز، واش من يعني زمان فاش مصرفين. دونك هنا طرح عليهم اسئله، يعني راه غيجاوبوا لي زيليف. لي ليف ريبون او كيسيون. لي فيرب سون، دونك هنا عندي اكري دواف لي. دونك فاش من الطون فاش مصرفين في لو بريزون. دونك هنا الموداليتي في هاد الاول في لوبسيرفاسيون كتكون كوليكتيف، الاستاذ تيشرح وهما جماعيا كيجاوبوا كيرفعوا الاصابع. دونك هنا الهدف من هاد لي كيسيون هو ديكوفيرت، يحاولوا يكتشفوا. هما راه باقيين تيكتشفوا، مازال ما عرفوش المضمون ديال الدرس. دونك غنمشي ليتاب الثانيه ديال الكومبريونسيون اي كونسيبتواليزاسيون. انا راه باقي مازال في الحصه الاولى، مازال ما سالي الدرس. دونك اش غادي الاستاذ؟ ال امي لي زيليف ا ريبيري لي كاركتيرستيك دو شاك فيرب اون بوزون لي كيسيون سويفون. دونك غادي يطلب من لي زيليف انهم يحددوا المميزات ديال كل فيرب. ولكن كيف باش يطرح عليهم هاد الاسئله؟ دونك نتوما هادشي اللي غتعقلوا، اشنو كيدير الاستاذ وشنو هما نوع الاسئله اللي خصو يطرح حسب كل درس. دونك السؤال الاول اون تور لي فيرب دو شاك فراز. دونك هاد لي فراز يطلب منهم انهم يدوروا على لي فيرب اون تور، كاين السوليني وكاين اون تور. ا كيل طون سون تيل كونجيغ، اش من طون فاش مصرفين. دوني لور انفينيتيف، à quel groupe appartient-il؟ دونك هنا طرح عليهم الاسئله، ليليف il répond aux questions. دونك اون تور غادي يجاوب عليه هنايا. سؤال ثاني، à quel temps sont-ils conjugués؟ مصرفين في لو بريزون. دونك هادو الاجوبه ديال ليليف. donnez leur infinitif، دونك بالنسبه للاول écrire، devoir ثم lire. à quel groupe appartient-il؟ ce sont des verbes دو تخوازيام جروب. دونك هنا لونسينيو كيسول او ليليف كيجاوب. كيف ما كتعرف تشوفوا هنا راه ماشي الاستاذ اللي كيجاوب، الاستاذ هو عباره غير موجه فقط، كيخلي ليليف هو اللي يكتشف القاعده براسو.
انطلاقا من الاجوبه ديالو. ابخي لونسينيون اميل لي زيليف ا ايلابوري لا ريغل، كيطلب منهم انهم يخرجوا القاعده. بوي اللي يفيغ ليغ لا ريغل، من بعد كيقرا هو هاد القاعده اللي خرجوا لي زيليف وكي يطلب منهم انهم يقراوها. دونك l'élève participe à l'élaboration de la règle, il lit la règle. Donc, il a mis les élèves à élaborer la règle, l'élève participe à l'élaboration. Il lit et fait lire la règle, il lit la règle. Donc, il y a une relation de rapport. Il y a un travail collectif. Donc, il y a une installation de l'élève. الثانية دونك ساليت الحصة الأولى ولكن باقي ما ساليتش الدرس. دونك غنجي الحصة الثانية الأسبوع المقبل وغنبدأ بليتاب ديال أبليكاسيون ترونسفير. نقدر قبل ما نبدأ هاد ليتاب ندير ليهم واحد التذكير ديال 5 دقايق ديال داكشي اللي درت في الحصة الأولى عاد نبدأ. دونك اش كيكون في هاد الحصة ديال أبليكاسيون إي ترونسفير؟ لونسينيون أمي لي زيليف أباغتيغ دي زاكتيفيتي بروبوزي أ. دونك دائما تعقلوا على il amène les élèves. دائما كيتعاودوا هنا كيف ما قلنا l'élève كيدير داكشي اللي طلب منه الاستاذ. donner l'infinitif de ces verbes. il lit un article. tu viens avec moi à la récréation. je veux un vélo pour aller en classe. donc غيطرح عليهم هادو هما لي زاكتيفيتي بروبوزي، هادو هما الانشطه المقترحه، وهو طرح عليهم هاد السؤال. الافعال غتعطيو الانفينيتيف ديالهم. دونك ليليف رياليز لي زاكتيفيتي بروبوزي بار لو بروفيسور، كيدير هادوك الانشطه اللي طرح عليه او اللي اقترح عليه الاستاذ. دونك بالنسبه للجمله الاولى عندنا ليغ فونيغ فولوار، دونك هادو هما الاجوبه. غديروا الاجوبه ضروري هنا، يعني الاسئله اللي غيطرح الاستاذ هنا تكتبوا الاجوبه اللي غادي يدير التلميذ باش داكشي يكون بيان ديتايي. ثانيا كونجيغي لو فيرب ميتر او بريزون، هنا غادي تصرفوه في لو برونو بيرسونيل دو بلوريال نو فو ايل. دونك نو ميتون فو ميتي ايل ميت. دونك هادو هو لا ريبونس ديال السؤال اللي طرح لونسينيون. ابخي غادي نمشيو لاخر مرحله في الدرس اللي هي ايفالياسيون استوتيان، مرحله رقم 4 في الدرس والمرحله رقم 2 في الحصه رقم 2. Donc, on a dit évaluation. Elle amène les élèves à évaluer une évaluation leur acquis à partir des questions suivantes. Elle essaie de les évaluer et de les évaluer les informations qui ont déjà dans la leçon et aussi dans cette étape de l'application. Ils voient si ils ont bien suivi le cours ou s'il y a encore des erreurs qui permettraient de les soutenir. Donc, conjuguer au présent. Conjugué aux personnes indiquées. Donc, il y a un affaire, on va proposer les pronoms personnels, on va se refaire les pronoms personnels. Là, on va maintenant le verbe pouvoir, on va se refaire je, tu, il, nous, faire, je, il, nous, vous. Donc, l'élève réalise les activités proposées par le professeur. Donc, je peux, tu peux, il peut, nous pouvons. B. La question B, je fais, il fait, nous faisons, vous faites. Après, il invite les élèves à corriger et s'auto-corriger. Auto, yani, halkangulu, kishah la rasouwa. L'élève, il corrige ses erreurs. Donc, hachi, li kentoum, a taqlu la les étapes, dial kulla hissa, ou taqlu la adad dial hissas, ou taqlu kadalika la, achnou kaykon fkulla marhala. Donc, hadi yal judada dial la conjugaison. اللي عنده شي سؤال ما فهم شي حاجة، عنده شي أي تساؤل، احطه في أسفل هذا الفيديو اللي غادي نجاوب عليه إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.